غير العادة اليوم ريكاب سبور مش يكون في حصاد لأخبار الرياضة ولا لآخر المستجدات التونسية ولا عالمية. اليوم ريكاب سبور يتأقلم مع الحدث في تونس. اليوم هو ذكرى تأسيس الصرح الكبير المدرسة الكبيرة النادي الإفريقي. 103 عام تعديت منذ تأسيس الجمعية اللي أبعادها أكثر برشا من مجرد جمعية كرة قدم ولا جمعية رياضية. جمعية عندها بعد نضالي واجتماعي وثقافي وحضاري وكل ما نجم نقولوه في هذا التاريخ، تاريخ 4 أكتوبر 2023 واللي كما قلنا يتزامن مع 103 عام من عمر النادي الإفريقي. نحب نقولوا إن شاء الله كل عام النادي الإفريقي بألف خير، كل عام وأحباء وعشاق وأنصاره في تونس والوطن العربي وفي العالم بألف خير. اليوم اخترنا أن نتحدث على النادي الإفريقي من بوابة اسم مهم، اسم خلى تاريخ في النادي الافريقي وخلى احداث نجم نتحدث عليها برشا وقت. نحاول اليوم على الاقل نجيو على اهم ما صار في فترته، فترة الرئيس المرحوم شريف بن لامين، واحد من الرؤساء التاريخيين للنادي الافريقي. قلنا خلينا نشوفوا النادي الافريقي بعين شريف بن لامين. شريف بن لامين المرحوم شكون ينجم يتكلم عليه؟ شكون يحكي لنا حكاياته؟ شكون يحكي لنا روايات النادي الافريقي وازماته وافراحه واطراحه وكل ما صار خلال هذه الكل؟ قلنا يكون معنا ولد شريف بلامين واللي هو ياسين بلامين. ياسين بلامين اللي قصته مع الفريق تتواصل كما عزيزه كان عضو مؤسس عبد الحميد بلامين المرحوم، الوالد كان رئيس تاريخي، وياسين بلامين يواصل الرحلة بما أنه عضو اليوم في القطب التطوير النادي الفريقي. ياسين أهلا وسهلا، شكرا لك على قبول دعوة، نورتنا بحضورك اليوم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أسلم حيدر، أسلم أسامة، أسلم مستمعي موزايك الكل. نحب نقول عيد ميلاد سعيد للنادي الإفريقي أول حاجة والجماهير النادي الإفريقي الكل، ونحب زادة معتها بالترحم على سي محمد علي بوليمان اللي توفى نهار 4 أكتوبر عامين التالي واللي هو كان مسير كبير في النادي الإفريقي زادة. صحيح إن شاء الله ربي يرحمهم الكل. برشا قصص اليوم راهو نعدوكم أحبين النادي الإفريقي اللي تابعوا فينا، معناها اليوم راهو باش نحكيوا حكايات. خليني نتجرأ ونقول أول مرة باش يتقالوا على تاريخ شريف بن لامين مع النادي الإفريقي والحكايات، وشكون عنده حكايات كيما أسامة السلامي مع شريف بن لامين. أهلا وسهلا أسامة. أهلا بك. شريف بن لامين هو اللي جابك النادي الإفريقي. وهو اللي معناها تلهى بيك بالقدا ومن بعد نرجعوا للتفاصيل هكا ولا هذا هو اليوم كما قلت ريكاب سبيسيال انيفرسير النادي الافريقي. ضيفنا ياسين بن لامين ابن المرحوم الرئيس التاريخي شريف بن لامين، وبعد شويه نبداو من بدايه القصه التاسيس واللي كان واحد من رجالاتها عبد الحميد بن لامين. ريكاب سبور حيدر شرني. ريكاب سبور كل يوم الاثنين الجمعه من 6:30 ل 7:30 ياسين بن لامين، معناها نقول هو حظ كبير ياسر إنسان أنه يكون والده رئيس، ومش فقط رئيس في النادي الإفريقي، رئيس عنده وزن كبير ونجم، معناها مش على خاطر متوفي، هذه الحقائق، رئيس تاريخي في النادي الإفريقي ويكون عزيزه واحد من اللي أسوا النادي الإفريقي. شو الحظ والزر ذي الكل اللي عندك ياسين؟ والله أنت ترحظ، ما هو مش فما للناحية من حظه، فما ناحية زادة أخرى اللي بيكش العبيد ما تعرفهاش، هو كتبدأ ول أسطورة من أساطير كرة القدم التونسية كيف سي شريف بن لامين، عندك شوية مسؤولية، عندك ضغط، عندك أمبوات فوق كتفك، معناتها فما جانب باهي صحيح، لكن فما زادة برشا جوانب أخرى اللي العبيد ما تعرفهاش واللي مش ديما وردية الحقيقة. مثلا يخلف مثلا كي تقول لي مسؤولية اليوم كيفاش بالضبط؟ مسؤولية على خاطر وقت اللي أنت تبدأ صغير تعرف في المكتب ولا في الليسي ولا في الحكاية هكا، مش سهل باش تكون عندك الاكتاف في العمر هذاك باش تكون قدام عباد باش تنجم تو اسوم لو بوا نتاع الوالد نتاعك والنوم نتاعك تو اسوم مش بالعمر تتعلم. بالعمر تتعلم تو اسوم، بالعمر تتعلم تفتخر بيه. من الاول كنت الحقيقه وقت اللي كنت صغير كان كابوس شويه الحقيقه. وقت اللي الواحد تكون عنده علاقه خاصه مع مسؤول بارز في جمعيه، فقط هي مجرد علاقة خاصة، يقدم نفسه على أساس إنسان مهم أحيانا كي تبدأ الجمعية كبيرة. فبالك اليوم أنت معناها كيفاش عشت المرحلة هذيك عزيزك مؤسس بوك رئيس نادي الفريق، وخاصة وقت اللي كان هو رئيس نادي الفريق؟ والله الحقيقة راهو الوالد باش نكونوا واضحين، بالكشي الملعبية اللي كانوا في البارك كانوا يعرفوها أكثر منا احنا، معناتها الوالد كان يعدي معظم وقته بين الفلاحة وبين حديقة الرياضة أكثر من اللي يعدي في الدار. معناتها حتى كي نحكيو في الدار نحكيو عن النادي الافريقي. معناتها تعلمت انا نعرف الوالد كانسان
كان في الفترة الأخيرة متاع حياته، ما تبقش ثلاثة أربعة آخر سنوات من حياته، باقي عمره وحياته كانت للنادي الإفريقي والغرام الأول الفلاحة. بالضبط بالضبط، ما كان نهاره مقسوم بين الفلاحة والنادي الإفريقي، وكي يروح الدار يحكي كان النادي الإفريقي. باش نجيو على برشا تفاصيل، وسامة زاد عنده ياسر حكايات وتفاصيل على الشريف بلامين. شنو نجمو نعرفوا على عزيزك زاد عبد الحميد بلامين اللي هو عضو مؤسس واحد من الناس اللي اسس النادي الافريقي؟ شنو نجمو نعرفوا عليه؟ الاجيال الجديده ما تعرفش، الاجيال الجديده يمكن حتى ما تعرفش الشريف بلامين، فما بالك عبد الحميد بلامين المؤسس. صحيح كلامك صحيح. سي عبد الحميد بلامين والباب جديد كيف تعال بلامين الكل. دخل في النادي الافريقي مع لي بيرفونداتور نتاع النادي الافريقي كان مسير وقتها، ومن بعد عمل مسيره طويله كمسؤول في النادي الافريقي. بدا اولا كاسيسور، كان يعيطوا له قبل هكا اللي هو في الهيكله الرياضيه نتاع توا نجم يكون كورديناتور، يعيطوا له توا منسق عام بلغه اخرى. في عام 1930 هذاك اول مره يدخل في هيئه مدير النادي الافريقي، لكن كان زاده وقت التاسيس، كان وقت التاسيس وكان مسير في النادي الافريقي وقت ذاك، ما كانش في الهيئه المديره. الرسميه بدات في 30، مسؤولية رسمية كعضو في هيئة مديرة بدأت عام 1930 بدأت. ومن وقتها عمل مسيرة كاملة في النادي الافريقي ككاتب عام مساعد، كاتب عام، وصل حتى نائب رئيس في النادي الافريقي. واكثر من هكا نجم في كرة القدم مثلا، جاب ملاعبية وتشبيب النادي في اخر عوام العشرينية نتاع الاولى نتاع النادي الافريقي 1920، شبب الفريق، ومن بعد الجمعية اللي بدأت وتكونت وبدأت تلعبها وعاود شبب الفريق. مش جاب مثلا الأخوات عكاشة، مش جاب سي هادي بن عمار اللي ولاو أسماء كبيرة في النادي الإفريقي وقتها. وبشوية بشوية تغرم بالرياضات الكل في النادي الإفريقي، في كرة السلة، في كرة اليد، اللي وصل زادا من بعد شد جامعة تونسية لكرة اليد في الستينيات، وجاب برشا ملاعبية على الغرار منصف وسلاتي الحارس المرمى الأسطوري في النادي الإفريقي لكرة اليد. معناتها كان أمبليكي برشا في حياة النادي وفي رياضات النادي الكل. هذا معناه بعض المعلومات على واحد من المؤسسين عبد الحميد بلامين اللي هو والد شريف بلامين وعزيز ياسين بلامين ضيفنا اليوم. ذكر ديما اليوم في معناه احتفال بذكرى تأسيس النادي الافريقي. خلينا نمشي للوالد الرئيس التاريخي للنادي الافريقي شريف بلامين. شريف بلامين اللي في 4 مرات كان رئيس في النادي الافريقي، منهم واحدة فيها تفاصيل لازم الناس تعرفها بالكده. شريف بلامين أول مرة 93-94، من بعد 97 حتى 2000، 2002-2005، وآخر مرة كانت 2010. 92-93 بالضبط. وآخر مرة كانت 2010، وآخر مرة 2010 فيها قصة يظهر لي العام اللي جاء فيه أسامة سلامية. تونا نجيو على التفاصيل. شنية المرة اللي كنت واعي فيها وعي كامل أنه الوالد رئيس النادي الإفريقي في المرة هذوما؟ في الفترات الكل بلكشي، مش الفترة الأولى على خاطر كنت بلكشي صغير ياسر في الفترة هذيك، لكن في الفترة النيابية الثانية متاعه ديجا كنت واعي بشكون الوالد. كنت مغروم بالنادي الافريقي، كنت من الوقت هذاك نمشي للاستاد نتبع ماتش الكل في المنزه، نقعد في اللانسات، نمشي خوست سكرتي وحدي. معناتها كنت مغروم. الوالد فهم، خاطر مش ساهل زاده باش والد يخلي ولده عمره 7-8-9 سنين يمشي للاستاد في الامر هذاك ساعه ما نمشيش نقرا. نقول له راه ماشي نقرا، ماشي باش نتفرج الماتش. يقول لي ما تنعديوها على الوالده، ما يسالش، امشي انا روح. معناتها ملي صغير انا واعي بالشيء هذايا. وقتاش بالكشي عرفت النوعية الأخرى تاع رئيس نادي وشنو المسؤولية تاع رئيس نادي، بلوتو هذيك في العام الأخراني متاعه اللي هو 3 شهور لما حالة من 3 شهور عشتهم معهم الداخل. عرفت بالضبط كيفاه تسير النادي سير، عرفت بالضبط الضغوطات اللي تسير، عرفت بالضبط زادا كيفاه العباد ساعة ساعة تنجم تكون تغدرك، عباد قراب لك أنت عندك فيهم ثقة ويغدروك. ماذا الكل انتوكا نقول انا من 2000 هذا صار مع الوالد مع شريف بلامين. برشا عبيد غدروه، برشا عبيد غدروه، والوالد باش نكون واضح وبالكشي برشا عبيد مش تعجبهم الكلمه من اللي يخدموا معاه، مي صغار وين اللي كان عنده ثقه 100% في عبد، على خاطر صارت له برشا حكايات اللي عطاها ثقه في عبيد واللي غدروه برشا مرات من الناس اللي خدمت معاه، الناس اللي خدمت معاه ولا ناس محيطه بالنادي.
كيف تعرف معناتها نادي راهو كيف الحياه اليوميه، عندك حساسيات، عندك عباد عندهم ايجو اكثر من اللازم، عندك عباد يحبوا يضربوا فما نستخدم بحقيقه نستخدم في رواحه كيما ديما كيما ديما في 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 كل الجمعيات الحقيقه. هذا 93 اخلط على الافرو ازياتيك شريف بلامين كرئيس للنادي الافريقي رئيس كان بريزيدون سيكسيون فوتبول في الموسم اللي قبله. لليوم وقت اللي نتحدث على الرباعيه وعلى الالقاب هذيك فما ناس مازالت تقول لك معناها هما اساسا ونحكي على الريفاليتي لهنا بين حبال الافريقي والجمعيات الاخرين الكل يقول لك هما اربع القاب صحيح ماهيش رباعيه ماهوش كيما يقدموها حبال النادي الافريقي ولا رؤساء النادي الافريقي ومسيرين. اليوم ياسين بن لامين شنو عنده يقول في الموضوع؟ والله مش كان احب نادي افريقي ولا رؤساء نادي افريقي يقولها هذولي فما اجماع صار في الفترة هذيك من طرف العباد اللي عاشت الفترة هذيك الكل، الصحف الوطنية الكل حكيوا عليها وحكيوا على رباعية، صحف أجنبية حكيت عليها 11 مونديال، معناتها ما فماش يظهر لي ماجازين أكبر من 11 مونديال اللي حكي على رباعية نادي الإفريقي، معناتها يظهر لي شهادة صايرة من عند العباد الكل. أنا حاجة يضحكني 30 سنة من بعد اليوم يجيوا عباد ما عاشوش الفترة هذيك مازلنا نتحدثوا على تفاهة هكا، هاكا عندكم عباد حضروا سيزين عابدين وصلت يذكروا بالخير حضر عليها رباعية نجم نحكي لكم عليها. ايوا تأرخت اليوم مانيش نحكيو على احداث في الذاكره فقط، هي تكتبت وتأرخت ودخلت للتاريخ. شريف بلامين كان متعلق بالنادي الافريقي وعايش النادي الافريقي مش معاه ولا فين، عايش النادي الافريقي لدرجه انه انتوما كعائله ساعات صارت معاكم بعض التفاصيل اللي معناها وقت اللي نتحدث انا وياك ياسين ونحضروا في الاميسيون قلت لي مرات انه شريف بلامين ساك في استاد معناها صارت برشا مرات حكيكي معك صارت برشا مرات حكينا على واحدة منهم عندك أنا واحدة أنا واحدة اللي قادت لي في مخي اللي عام العوام نلعب ضد حامنا في ظلي في المنزه دونك هبطت مع عمي من الحمامات كنت صغير كنت مازلت عمري 13 سنة ولا 12 سنة هبطت مع عمي من الحمامات كي العادة شديت الصف قصيت سكرتي انسان دخلت انسان نقط في الانسان على أساس مع الوالد قبل يوش قلت رابشا وح معك قال لي فما حتى مشكل وكي هتستناكم بعد الماتش هبط لي ميتون خسيتيني بشي هزروح وروح انسي اللي عنده طفل خليك انتي والماتش هابت انا بعد الماتش وقتها يظهر لي سيموني البلطي كان مسؤول كان ما تخوني ذكرتي قال لي اشتعمل هنا قلت له وين الولد شروح معه قال لي هيه الولد متاعك روح من الميتاو هزروح وروح ربحنا 3-2 نهارتها ورزمار ربحنا داير وكان شاهم مرجعش رجعني من الحمامات شي ربح بي وقت ما كانش يعرف المدرسة اللي تقرأ فيها يعرف كل شيء في الفريق يعرف الجازون في البارك ويعرف البيت والمفتاح والكوبة ما يعرفش ولد وين سهل برشا في البارك بالا ولا حاجة تبدل بقتها يعرفها وبالوقت يهز التليفون ولا يمشي شبيك بدلتها من الغادي شبيك كانت غادي ولد غادي أي حاجة يعرفها وما يعرفش ياسين ولده وين يقر كيف مرة بشي وصلني المكتب قلت روحي ماشي للبارك قلت له مين ماشي هو ماشي للبارك هززني معه للبارك قلت له قال لي مين مش لازم نوصلك المكتب قلت له هيا وصلني المكتب أوكي ماشيين 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 قال روحنا ماشي للبارك قلت له راهو مش هنطيق المكتب قال يا أخي من تقرأ أنت دونك قلت ناتو باش يوصلني للمكتب كان وهذا الحقيقه مش ولده فقط مش انت تقولوا فقط حتى الناس اللي خدمت معه واللي عاصرت واللي كانت موجوده في المسؤوليه ولا خارج المسؤوليه وقتها يقول لك شريف بلامين عنده تعلق غير عادي بالنادي الافريقي عايش النادي الافريقي مازلت برشا تفاصيل. شريف بلامين كان هو وراء بناء الفندق والملاعب الفرعيه والقاعه. شريف بلامين تعرض للضغوطات من اعلى هرم السلطه في وقت من الاوقات. شريف بلامين قاوم برشا مشاكل وازمات كل التفاصيل واللي باش حضرتنا زاد عليها اسامه السلامي بعد شويه مازال مواصلين فيرك صحي ذكرى تأسيس نادي الافريقي أقدم من كل الأحزاب التونسية أقدم من عدة دول في العالم أكبر من برشا هياكل وأكبر من برشا منظمات. هو نادي الافريقي اللي يجمع وراه ملايين وألاف اللي تحب وتعشق وتضحي من أجله يوميا من جماهير نادي الافريقي. تضحية نادي الافريقي الحقيقة مش محتاجة اليوم لأنك تعددها لأنه السنوات الأخيرة الكل نعرف جمهور نادي الافريقي شنو عمل مع جمعيته اللي يعتبرها هويته يعتبرها اسمه ولقبه وعنوانه وكل شيء ينجم يعبر عليه مش في انتمائه الرياضي فقط وانما في انتمائه في المطلق. ضيفنا اليوم نذكر ياسين بلامين ابن الرئيس التاريخي شريف بلامين وحفيد العضو المؤسس عبد الحميد بلامين. مازلنا نحكيه في حكايه الرئيس الاسبق المرحوم شريف بلامين وصلنا لحكايه انه التعلق نتاعو غير عادي بالافريقي ينسى ولده وين يقرا ينسى ولده في استاد ما يحفظ ابسط التفاصيل في البارك.
شيف بن أمين جاء في وقت اللي كان فما صراع كبير في الرياضة التونسية، كان فما أسامي كبيرة، كان فما ريفاليتي كبيرة مع الترجي الرياضي التونسي، مع سليم شيبوب، مع عثمان جنايح في وقت من الأوقات. شريف بن أمين كيفاش عاش الفترة هذه؟ قبل ناخذ الفتره هذه خاطر قبل نوصلوا نحكيوا على شريف بن أمين رئيس النادي. شريف بن أمين كان مسير في النادي من عمره 17 سنه، كان وقتها لاهي بالهاند جونيور في النادي الافريقي، وعرف توت لي كاتيجوري في النادي الافريقي. في الوقت هذاك كان عندنا ملاكمه، كانت عندنا السباحه اللي تو مازلت موجوده، كان عندنا شوف ما اخر كنت واتر بولو، عمل توت لي سيكسيون في النادي الافريقي، خدم فيهم الكل، جاب فيهم دي تيتر. الفولي مثلا اول مشاركه افريقيه كان هو رئيس فرع كره الطايره بار اكزومبل، وذا الكل ولا اوكوبي تو لي بوست في الهيئه المديره زاد ابار امين مال ولي زوت بوست تعملهم في الهيئه المديره. هذا اش نحب نقول به، نحب نقول به اللي قبل لا يكون رئيس نادي افريقي كان مسير في نادي افريقي، عدى حياته في نادي افريقي، كبر في نادي الافريقي، عرف كل كبيره وصغيره في نادي افريقي والعباد الكل يخدموا في نادي افريقي. وذا نحب نقول به اللي راهو مش سهل باش تراس جمعيه كيف نادي افريقي. كي توفى كان ما عندوش ايامات من المسؤوليه في النادي الافريقي زاد، اش معناه ما كانش بعيد برشا عن المسؤوليه في النادي الافريقي وقت اللي توفى زاد هو. كان مسؤول اي فوالا كان مسؤول في النادي الافريقي وكمل في النادي الافريقي وكمل في النادي الافريقي. لا وانا حاب نقول من هنا اللي راهو مش سهل باش تكون رئيس نادي افريقي، مش نجم ترقد وتقوم وتقول غدا باش رئيس نادي افريقي. اي فما ثنيه، فما ثنيه تمشي فيها، فما خدمه، فما اون ايدنتيتي لازم تكون عندك باش تخدم النادي الافريقي، تكون رئيس نادي افريقي لازمك تعرف النادي الافريقي شنو هو من الداخل، لازمك تحس شنو هو يحس النادي الافريقي من الداخل، خاطر راهو من الداخل قلب قاعد يدق بالقوي النادي الافريقي، لازمك تحسوا من الانتيغيغ نتاع البارك الحكايه هذو بالضبط. نرجع لك للريفاليتي واللي كان زمان صعب صعب على النادي. اي كان الحقيقه كان فما ريفاليتي كبيره بين نادي افريقي والترجي الرياضي ونجم الرياضي الساحلي، كانت ومازالت متواصله، مازالت متواصله من الابد للابد سيرمون، اما مش من نفس الطريقه ونفس الظروف في الوقت ذاك. تاريخ ابريتو دونك نسميه ولا الاشياء باسمها. الساهر الرئيس كان في الترجي الرياضي التونسي، كان السي حامد القاروي في النجم الرياضي الساحلي وزير اول وقتها، دونك كانوا عندهم نفوذ اللي الوالد بلكشي ما كانش عنده وقتها. دونك كانت فتره صعيبه على النادي بمجهوداته بحبه للجمعيه. ناضل، نحب نقول نحكيو عن نضال وتاريخ نضال نادي افريقي، ناضل نوعا ما ضد السلطه في الوقت ذاك، وقت العباد كانت تاخذ فلوس بسهولة، كانت تاخذ دي زوتوريزاسيون بسهولة. بار اكزومبل تحكي انت من قبيلك على لوتيل نتاع تاع البارك و سون دو فورماسيون في البارك، الحكاية هذه نحب الناس تسمعها وتفهم شنو عمل شريف بن لامين باش يعمل مكتسبات للنادي الافريقي. الحكاية ماهيش نتعادل نهار لحد ونربح نهار لربعة، الحكاية أكبر برشا من هاك. في موضوع الفندق هذايا شنو اللي صار بالضبط وكيف تصرف شريف بن لامين باش النادي الافريقي اليوم يكون عنده اللي عنده؟ شنو اللي صار بالضبط؟ اللي الترجي الرياضي التونسي وقتها بما انه رئيسها السيد سليم شيبوب ساهر الرئيس بسهوله خذاو رخصه باش يبنيو لوتيل دو بارك نتاعهم هما غادي. احنا ما كانتش عندنا السهوله هذه يا اخي، الوالد مشى للرئيس الجمهوريه وطلب منه باش زين العابدين بن علي، العابدين بن علي تقابل معاه، مشى لكرتاج، مشى للقصر كرتاج طلب باش يقابل رئيس الجمهوريه وقتها، شو طلب منه باش نادي افريقي يكون عنده زاد هو رخصه باش نجم يبني على قد فهم. شو الحوار اللي دار بيناتهم؟ كان عاود لكم ولا كان عندكم؟ والله الوالد ما كانش تفاصيل، ما يتكلمش، ما يتكلمش الوالد، راهو سكوتي ما يحكيش، بعينيه هاو كوزا ما يعرفوا ساعه ساعه بعينيه بركة تعرفوا شنو يحب يقول. اما باش نرجع لك على حاجه اللي تحكيت عليها ومهمه برشا، ورثت شريف بن لامين، نحكيو على شنو خلى شريف بن لامين. صحيح بالكشي ما خلاش تيتروات طويله وعريضه، سي بوسيبل، اما خلى حاجات اهم برشا للنادي الافريقي، هاي ديمومه النادي الافريقي. خلى البارك اللي توا موجود في الحله نتاعو توا عاود رجع في حله ممتازه. خلى دي ديريجون، خلى اليوم اجيال من دي ديريجون اللي تعلموا عليه واللي توا في النادي الافريقي موجودين اللي هما خذاو المشعل عليه. خلى يظهر لي حب للجمعيه اللي غارمون رئيس في نادي في تونس عنده الالتفاف هذا عليه من جماهير النادي ولا خارج النادي. دونك عطى برشا حاجات للنادي الافريقي. هاي جينا لوسامة سلامي. وسامة سلامي، شريف بن لامين هو اللي جابك النادي الافريقي من الملعب التونسي، حكينا على الظروف هذيك. والله سي شريف وقت اول مره تقابل انا وياه قابلنا في نزل في جمرت، حسيت انا ما نعرفش طبيعته وقتها الله يرحمه،
قعدنا معنا سي صالح الثابتي وحكينا شويه على الكلوب على كذا. وقت جافي دي بروبوزيسيون هنا حكينا، من بعد خلطنا الفلوس. والشريف شكون لي بروبوزيسيون وقتها؟ لا لا حكينا في القعده. لا لا حسيت شنو هي الشريف شنو هو اي البروبوزيسيون وقتها شنو كانوا كان فما تراجي مثلا وقتها؟ لا لا ما فماش فوالا هذا هو ما تعديش هكاك. كان بعد كي دخلنا في موضوع الفلوس، السي الشريف يعني في الفلوس الحقيقه هو عنده كاليتي، ما يعطيكش برشا يجيك ديريكت، مي شنو يعطيك مونطون يخلصك فيه. اي معناه اللي يقترحوا عليك تاخذه، اما موش برشا. ما يقولكش نعطيك 100 ومن بعد تاخذ 10. صحيح. هكا قلت اخويا ها الكونترا انا اللي عندي. وانت كونتراتوك مع الملعب التونسي وقتها. انت دبر راسك سي شريف. طيب الكونترا؟ لا لحظه خلينا نفسروا للناس، انت وقتها كنت تخلص بالكدا في الملعب التونسي. نخلص. معناه انت مديت له الكونترا باش يفهم وضعك المالي كيفاش. لا قلت له هاو السيتياسيون انا نتاعي. نحينا من لي زوفر اللي عندي، هاو السيتياسيون نتاعي، وانت خويا دبر راسك. عمل لك ديريكت راهو طيش الكونترا، قال لي ولدي راهو هذا الشيء هذا ما عنديش، راني باش نعطيك طون، فهمت؟ وراك الطون هذا باش تاخذه وكاو، فهمت؟ ما با 48 اور صح. بعيد برشا وقت على اللي كنت تاخذ فيه في الملعب. لا علاقه. لا علاقه. لا علاقه، لا علاقه. وشنو اللي خليك تقتنع وقت؟ والله برشا حاجات، شوف الكلوب ساعات تحب ولا تكره، وانا راني يعني انا ولد دندان، ودندان معروفه يعني بون عندنا برشا مكشخين وبرشا كلوبيستي، فهمت؟ وتحب ولا تكره يعني والكلوب يعني ما تنجمش ترفض عرض الكلوب، وسيرتو فما حاجه اخرى مهمه اللي كونوا وقتها البروجي نتاع سي الشريف الله يرحمه وقتها جاب 14 ولا 15 لاعب من خيره ما فما، وراهو شوف للتاريخ من 90 حتى ل 2010 لي مايور جوار اللي دخلوا للنادي الافريقي جابهم سي شريف دار بتجوب كامات وتسمي اللي تحب، فهمت؟ للعام اللي جينا ترونجي اللي جاو في الوقت هذاك معناها حاجه كاليبر كبير. تجيب تجيب انت رمزي توجاني انترناسيونال وقت، تجيب لسعد الله يرحمه، تجيب سليتي، تجيب درامان، تجيب يعني جاب نبيل ميساوي قبله طارق التايب، فهمت؟ يعني جاب اسامي ما شاء الله. كي شفت انا وقت البروجي وقت وشفت الافكتيف الحقيقه يعني يعني كتشوف الافكتيف وحدك ديجا من غير ما تخم على ذاك انت تعبت، بعد ذاك انت تعبت الراجل بعد ما عمل لك كونترات وجاب لك الفريقي. مش انا تعبت نجي نمشي للبلاصه باش نعوم نلقات راسيلي. شكون يحكي لنا حكايه اسامه وشريف بالامين الله يرحمه انت ولا ياسين؟ خلي اسامه يحكي مساج، ما هو خايف يبدلها شويه مساج تو مصلحه، وكان يبدلها تو مصلحه. اسمع نجم نحكي انا ما قلقنيش نحكي، لكن نجم راه البث يتقصر. لا علاه الدرجه هذه؟ ما احنا نحاولوا برمي الحاجات. انا فما حاجه مرة سي شريف طردني دي هكا عيطي قال لي بنروح، قال لي بنروح ما عادش تجي على موضوع، فهمت؟ اسمع بيا اسمع بيا اسمع بيا مشيت للبلاصة وكذا، وانا ما كنتش من العكسين، قلت له راني مشيت بون ما فهمتش كيف عرف ساعة، فهمت؟ يعني انا خرجت راه من وسط فما بلاصة فيها يمكن مينيموم 30,000 عباد، ما فهمتش كيفاش راني وكيفاش عرف حاسي. وجيت في الرونديفو في الوقت وافيك سا جاني قال لي بنروح ما عادش تجي عند الوقت مع سي يوسف الزبابي. وسي الشريف راه في بالك يقول كلمه ما يقعدش يتناقش معاك، يعني بنروح بنروح هزيت روحي بنروح، مشاو كلموه من بعد الجوالات رجعت، فهمت؟ برشا حاجات. و2010 كيف ماشي نعوم، قالوا لي راه ديما تمشي تعوم انت مش كنت في السيف مش داخله مخي ماشي تعوم، بدل لي حاجه اخرى. ماشي باش نقعد على البحر، على البحر باش نكتب كتاب، فهمت؟ انا شديت ستيلو نلقى سي شريف، قالوا لي سي شريف هنا راساتني خويا نكتب في كتاب. طيشت ستيلو قعدت في الريسبسيون، تصور انت سخانه 200 وانا مانك في الريسبسيون. الله يرحمه شريف بالامين، اخر فتره كانت له في النادي الافريقي 2010. وقتها كنا نسمع انه شريف بالامين هو في الوقت ذاك الكل كانت رؤساء الانديه تعين، معناها لازم النظام يبدا معناها راضي على الناس هذايا ويعرف اللي هو باش يصير جمعيه كبيره، وعن مش كيما توا ساعات نسمعوا مسؤول معناها شنو تاريخه منين جاء وكذا. كان فما ضغط كبير عليه سمعنا به وقتها في الوقت هذاك 2010، شنو اللي صار باش شريف بالامين يكون رئيس نادي الافريقي في المرحله هذيك؟ واحكي لي الحكايه بالضبط بالتفاصيل. رجع باش نرجع لك شويه قبل الحكايه هذه. الوالد في فتره ما كبر، سي نورمال كبر، قرر باش ما عادش يكون رئيس ولا يتحمل مسؤوليه رياضيه، شيء مفهوم هذا، وصل كازيمون 70 سنه يحب يرتاح وقال لنا رانا موجود وقتك جاء دو مشد، قال لنا دو اول رينيو قال راني انا ما عينيش، فهمت؟
كمل تو على روحك انا حاضر فيها هذيك. اي اكدت المعلومه انت. دونك هو كلموه رئاسة الجمهورية، طلبوا منه باش يشد رئاسة النادي الافريقي رغم الضغط الجماهيري وقتها اللي ما كانش يحب سيشيف بلمين يرجع. سمعنا داير احنا ولاد وسمعنا المعلومة على موزايك ما احنا متبلناش وسمعناها على موزايك قدم في سكوبات خويا مش سكوب هذايا تعليماتك في المسكوبات. دونك طلعت الوالد وقتها الله يرحمه كان في بيته راقد يقيل على روح. قلت له شنو هي الحكاية سيشيف مش ترجع للكلوب؟ قال لي في باليش. وهكا تليفونه نقض رئاسة الجمهورية قالت له راهو باش تقبله بصيف عليك وباش تشد انت رئاسة النادي الافريقي. وما كانش شينو هاو حتى وسام بيدو كان شاهد ما كانش شينو. كان مضطر وقتها. كان مضطر وممكن حاجة من الحاجات اللي ممكن زادت على المرض نتاعو ولا باش يزاد تعبته. فما انتو كامل الطب يقولوا الحكاية هذيك ستريس والضغط على الوقت هذاك خاطر كي تجي انت نهار 26 جوان وعندك بطولة تبدا نهار 1 دوت ولازمك تعمل فريق ولازمك تجيب مدرب خاطر ما كانش فيها مدرب ولازمك تحضر كونتراكتويت نتاع لعبية. دونك ضغط كبير عشناه هشته معاه هنا حتى للنهار العملية نتاعو. تحدثنا زادة وقلت لي بعض تفاصيل العملية وقت اللي عمل العملية حساسة جدا جدا جدا. أول ما فاق على شنو وسأل وشنو الموضوع اللي يتكلم فيه؟ حب الناس اللي تسمع فينا تركز مليح. وقت اللي إنسان يعمل عملية على رأسه جنبير ليه يعني نحكي على مخه عملية خطيرة جدا كيقوم المفروض على شنو يسأل؟ تفضل ياسين. ساعة أول حاجة كي قام العملية ما قلناش ما قل حتى حد ما قلش الناس اللي قدام ما تعايلته ما قلناش يغزلنا يقول يشبه علينا شوية ما قلناش. باركونتر أول سؤال نجدو شو عملت الفريقي مع حامي سوسة وقتها نتلعب مع حامي سوسة نهار الأربعاء في المنزه ويكلو يظهر لي زادة شو عملت وقتها الكلوب مع حامي سوسة أول سؤال نجدو أول سؤال ويظهر لي ربحنا واحد شيء. شو رأيك وسام؟ يعني حاجة دقيقة تقول لي أنت قدمته قبيلة راه الله يرحمه راه بالحق راه من الصباح يبدأ في البارك يعني حياته الكلوب يعني أوتوماتيكمون يعني أي حاجة أي أول كلمة باش تنطقها باش تنطق الكلوب يعني كنت راوسي الشريف راه يهبط وقت انا موجود في النادي الافريقي راوسي الشريف يهبط يتفرج في المينين يمشي الصباح يتفرج في اي كاتيجوري تترن ويعرف الاسامي نتاع الجوارات تاع المينين والقديم مش سينيور بركه ولذلك كان يوصلهم يمشي يوصلهم بكرهبته ويمشي يوصلهم لديارهم ويجيبهم لديارهم اللي ما كانوش نجموا يتنقلوا مثلا هذا وقت اللي كان مسير قبل في كمسير ولا حتى كرئيس جمعيه كان يعملها. شكون الرئيس اللي جا بعده ولا حتى عطروس. لا مش على الترتيب الزمني لا اللي جاي بعده واللي عاش الافريقي هكا بالطريقه هذه الحقيقه ماهيش ما مراش الحقيقه عندك صار بلكشي اون بتات باساسيون صغيره خاطر يعرفوا بعضهم اللي هما صغار وكبروا مع بعضهم في نادي افريقي وميم سي ما حبش يتحمل مسؤوليه اكبر ما يتحملها ونجم نتفهم بلكشي سي كمال يدير شويه في هكا في الاحساس اللي عنده ما حبش يكمل ونجم نتفهم يعني ما حبش يكمل من بعد البطوله اللي هزها. شنو الحلمه اللي قاعده تشريف بالامين يحلم بها في النادي الافريقي اللي لا الظروف ولا الامكانيه تساعد باش الافريقي يحققها في حياته؟ ما نصور اكثر القاب يظهر لي نصور كان جات الكره باش نقول كلمه صعيبه شويه ونتحمل مسؤوليتي فيها كان جات الكره نازيها وقتها راهو بلكش نادي افريقي يهز اكثر القاب وراهو عام العوام هذوك متوكا 98 البطوله نتاع 98 تقعد بلكش من اكبر قهره اللي عنده على خاطر زين الكاس صحيح لكن عندنا كان عندنا افضل فريق في تونس وتسرقت لنا البطوله خلينا نقولوها قادت له غصه داير الفرحه نتاع وقت اللي هزينا الكوب وقتها برشا عباد قالوا شبيه فرح حكه وكتصاور كانوا يدوروا اكسترا على خاطر كان سولاجمون اللي هو كاين اسوا جماعه اللي الجمعيه هذيك اللي كونها هو بالعبيه هذوك نحكي لهم ملقب الكوسام جمال الامام رؤوف كاماتشو رؤوف بوزيان فوزي رزقي عمروش معناتها كانت جمعيه ترعب سامي ترعب بالضبط كانت احسن جمعيه في تونس نحبوا نكرو قلت حاجه بلي باش نكمل على الكلير مازلت لنا دقيقه نحاولوا سي الشريف انا نصوره كان يتمنى يشوف اي لاعب من اللاعبين اللي عاشوا معاه شدوا مناصب في النادي الافريقي خاطر انا قبل حتى ما جيت بعد كي قربنا له سورتو نحن هكا الكبار شويه انا ودسعد الله يرحمه وحسيت كلكو جوار ديما شي قلنا اساي باش تكمل لي دوغري نتاعك ويجيك يقول لك راك انت باش تولي مسؤول وانت باش تولي مثلا مدرب باهي وانت راك باش تنجح في كذا فهمت انا نتصور زاد سي الشريف
نصوروا له ويفرح برشا كان لقى لسعد الله يرحمه انترينور ولا خلط علي انا مسؤول ولا كذا نصوروا هذيك زاد فرحته كبيره برشا. هذا هو ان شاء الله ربي يرحمه شريف بلامين. حبينا ذكرى تاسيس النادي الافريقي نعيشوها اوترومون معناها من غير ما نتكلموا فقط على وقتاش هزت الكلوب تيتر وقتاش ما هزتش. حبينا نعيشوها بعينين واحد عاش برشا ظروف النادي الافريقي في الاخر. ما ننساش ياسين اللي انت مازلت متحمل الامانه نتاع العائله هذه الكل عزيزك من المؤسسين الوالده نتاعك رئيس تاريخي انت عضو في عضو القطب الاستراتيجي في النادي الافريقي واللي مهمته اساسا التطوير المالي بالضبط. وشنو الامور؟ الامور قاعدين نحطوا بشويه بشويه اون بلاس بروسيس كامل وطريقه عمل كامله اللي باش تواكب التغييرات اللي باش تصير في كره القدم التونسيه. يعني فما قانون جديد ممكن باش يران نور ان شاء الله يران نور وقاعدين احنا نحضروا في الخدمه هذه باش كي تنقح القانون تاع جمعيات في تونس نادي افريقي يكون حاضر ويبدا في المستوى. هذا هو. كنت فرحان بطلتك علينا اليوم ياسين بلامين. يعطيك صح على قبول دعوتنا. شكرا ليك. شكرا اسامه. نقصت من المشي للبحر والعمان ولا حتى اليوم بدلت لي البرنامج.